السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي ممكن تعمل تأثير كبير جدا وانت شغال ان الجريد والليفل يتحركوا من اماكنهم وانت مش واخد بالك، فلذلك لازم تعمل حسابك قدر الامكان وتحطهم في ملف ريفت خارجي، يعني تبقى عامل ملف ريفت للمشروع، واحد معماري، واحد انشي، واحد كهروميكانيكال، في ملف سحبه لينك عبارة عن ليفل وجريدز. دي من افضل الافكار اللي ممكن تعملها، تمام؟ وده هيسهل عليك كتير قوي. بس اقدر احنا كلنا شغالين في ملف ريفت واحد لان مشروع صغير، فمش هتقدر مش هتعمل ليفل وجريد وتسحبه لينكات وتخش في الحاجات دي. فهنفترض ان ليفل وجريد في نفس الملف، طيب انت ممكن تحركه من غير ما تقصد، تمام؟ يعني حتى لو عامل له بين، يعني لو انت اركتكتشر ورسم جريد مثلا اهوت وواحد تاني اهوت وده طبعا هيبقى ايه وبي وكده يعني. طيب ممكن تعمل له بن، ممكن اعمل سيلكت كده واعمل له بن، بس ممكن برضو يتحرك من غير ما تقصد، حد يعمل له ان بن من غير ما يقصد. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن تحطه على الورك سيت وتقفله، بس ممكن تكون انت المالك بتاع الورك سيت. طيب ممكن كل شويه نقفلها لان هو بيحصل فعلا، كل الكلام ده بيحصل، مش بنفترض حاجات ما بتحصلش. ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نعمل موضوع ديزاين اوبشن دوت، نعمل ديزاين اوبشن ومش هنعدل فيه ولا حاجه خالص، بس هنحط هحط في الديزاين اوبشن. طيب عندي اهو اوبشن 1 مثلا، تمام. طيب هروح ماسك دول كده واروح ايه قايل له دول انا مش عايزهم في الحاله العاديه، اد تو سيت حطهم لي في اوبشن 1، تمام. وطول ما انا شغال في المين فمش قادرين يتفاعلوا معايا هم، تمام. طب اقدر ارسم دايمنشن من خلالهم؟ اقدر بدون اي مشاكل خالص اهو، تمام. فمفيش اي مشكله خالص، وطول ما انت شغال مش قادر تعمل لهم سيلكت اصلا، تمام. دول لسه ما ضفناهمش، نضيفهم عشان ما حدش يسمع. امتى هيتفاعلوا بقى معايا؟ لو انا رحت في الاوبشن 1 ساعتها اقدر احرك فيه الجريد. فدي من الافكار الجميله جدا، ان انت ما تقدرش تحرك الجريد بالغلط. يعني في نوع كده بيحصل لنا اللي هو نوع من انواع الغباء كده، او بلاش غباء، الخطا غير مقصود. فاحنا من خلال الديزاين اوبشن دوت هنقدر نقلل فكره ان الواحد يحرك حاجه من غير ما يقصد.